وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي حسين العليان. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسين. بداية، التظاهرات والاعتصامات في بغداد والمحافظات تتواصل، ومع تواصلها تتواصل آلة القتل الحكومية في أعمال القتل والإيغال في قتل المتظاهرين. هل أفلست الحكومة في بغداد من أدوات الحل ولم يبقى أمامها سوى القتل حسب رأيكم؟ يعني هي واضح كل ما زاد عملية البطش والقتل في المتظاهرين والاختطاف، واضح أن السلطة فيها أزمة وأن ليس لديها حلول. منذ اليوم الأول وقبل هذه الانتفاضة وهذه المظاهرات العارمة الآن، كان هناك مظاهرات في 2014 2015 و2016 ولم تتدارك السلطة، لأن السلطة يعني ليس لديها الرغبة في التغيير وليس لديها القدرة على يعني الاستجابة لمطالب، لأنه أيضا ليست كل ما في العراق من إرادات هي ملكها أو هي تستطيع أن تنفذها. فنحن أمام سلطة ليس أمامها إلا مزيد من القمع، واليوم وصلت الأمور إلى طريق مسدود يصعب على أي من الطرفين التراجع. يعني المعركة باتت معركة كسر عظم بين المجتمع والناس والمتظاهرين والسلطة. طيب، يعني حسب رأيكم في البصرة سابقا، هل نجح الحل الأمني مثلا لكي ينجح اليوم في ظل اشتعال أغلب مدن العراق؟ وين نجح الحل الأمني حتى ينجح بالبصرة أو في بغداد؟ دائما الحل الأمني يعني قد ينجح مؤقتا، لكنه لا يعني سيشعل انتفاضة أكثر غضبا وأكثر عنفا. يعني الحلول الأمنية من 2003 حتى اليوم لم تجدي نفعا لمعالجة القضايا والاحتجاجات، فأنا لا أعتقد أنه في مجال للحل الأمني. حتى اليوم كان في تسريب لخبر أن القوى الممسكة بزمام السلطة ذاهبة إلى البطش لإنهاء الاعتصامات، وأنه بدل ما يكون عندنا 400 شهيد خليه يصير عندنا 1000 وخليه يصير 50,000 جريح، شنو المشكلة يعني؟ أنا أعتقد العقل انعدم لدى السلطة، لم يعد لديها عقل يعني تناقش القضايا وتصل إلى اتفاقات منطقية وتسلم السلطة. أنت شايف السلطة سلمت يعني بشكل سلمي لنقيضها أو لخصمها. احنا اليوم أمام وضع في العراق لابد أن نذهب إلى يعني تغيير شامل، كما ذكر أحد الأخوة المتظاهرين من بابل، أنه أنت اليوم ما عندك خيار إلا أن تزيح هذه السلطة ما قبلت تستجيب للإزاحة السلمية وللتحول التدريجي. فأنت ما عندك خيار إلا أن تواجهها لتطيح فيها وتطيح بكل ظواهرها وأدواتها. اللجنة المنظمة لثورة تشرين رفضت قرارات حكومة المنطقة الخضراء، كيف تقرؤون هذا الرفض خصوصا وأن اللجنة وصفت تلك القرارات بالفاشلة؟ يعني كذا مبادرة طرحت الحكومة كلها دون مستوى يعني طموحات الأدنى، الحد الأدنى من الطموحات المتظاهرين، وبنفس الوقت بعد أن سال الدم في الساحات والشوارع يبدو لي صعب أنه تقبل يعني أن يقبل المتظاهرون أو المتظاهرين التنازل عن مطالبهم. بالعكس، السلطة قاعدة بتدفعهم إلى رفع سقف المطالب بمزيد من المواجهة. طيب، اليوم الشعب العراقي منتفض أمام هذه الحكومة، لكن هنالك قرارات وتشريعات تفصلها الحكومة والبرلمان على مزاجها وليس على مزاج الشعب العراقي. يعني برأيكم كيف تصفونها؟ هل تنطلي على المتظاهرين، على الشعب العراقي والرأي العام؟ واضح أن الشباب في المظاهرات والساحات ومدن العراق المنتفضة يعني لديهم من الوعي العميق، مش ليس الوعي العادي او السطحي. هناك وعي خلقته ازمات 16 سنه من نظام سياسي عقيم، نظام سياسي عمق المشكلات في البلد بسبب سياساته وارتباطه وارتهانه بالخارج وسرقته
للمال العام وحقوق الناس. هذا الوعي اللي خلال 16 سنة اختصر 100 سنة من التثقيف في الوعي. يعني هناك وعي اليوم اسمه وعي الضرورة، تجد شاب عمره أقل من 15-16 سنة يصنف لك النظام السياسي تصنيف لا يقدر عليه أي كاتب أو صحفي أو أي متابع في نعم. النخب. اليوم أنت أمام شعب يقرأ المشهد بشكل جيد، يعي ما يريد، و يعني كانت مفاجأة مذهلة للعالم أنه هذا الشعب اللي وصفوه في مرحلة الأمريكان وحاولوا صوروه على أنه شعب الحرامية، شعب الفاسدين، شعب اللي سرق بلده، شعب اللي دمر بلده، اليوم هذا كل هذه التهم أسقطوها الشباب في التحرير وفي ساحات المدن العراقية المنتفضة. يعني اليوم احنا أمام شعب الكل يفتخر في الانتماء لهذا الشعب ولا يفتخر بالانتماء إلى نخب السياسية الحاكمة. طيب، إلى أي مدى ترون أن التظاهرات والاعتصامات ستحقق من أهداف الثورة في ظل كل تلك الألاعيب التي تمارسها الحكومة والكتل السياسية؟ يعني أنا أعتقد أنه يعني الانتفاضة والثورة تسير في طريقها بثبات، ولا بد أن تصل إلى نتائج إزاحة هذا النظام السياسي. قبل إزاحة هذا النظام السياسي يعني ستكون الويلات المتراكمة على البلد وعلى الناس هائلة، والكل بات يدرك هذه الحقيقة أنه أي تراجع أو حل وسط أو نصف حل سيطيل في عمر السلطة، وبالتالي سيطيل في فسادها وقمعها، وسيعقد الحلول مستقبلا. أما المراهنة على الحل العسكري أو الحل الأمني أو الحل بالعنف، أنا أعتقد هذا هو اللي راح يأجج المظاهرات ويسرع في يعني انتصار الانتفاضة على السلطة. نعم، الكاتب والباحث السياسي حسين لاليان، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.